السلام عليكم. اليوم نقف على الاشغال تاع التغيير تاع شقة ال بي بي اللي ذات 5 غرف، وهنا نشوف انه المكان نتاع البلاكار كان موجود هنا، وكذلك كان هنا حائط هنا يفصل الكلوار من هنا هو المطبخ الكوزينة، تم نزع الحائط إذن ونقصنا من المساحة تاع المطبخ ودرنا هذا الكونطوار هنا، بنينا كونطوار يجي تحت السنتورة الفوق الكيسون هنايا، وكذلك نزعنا الفايونس كان موجود في الحائط هذا اللي كان تابع للكوزينة. إذن الكوزينة أصبحت نصف نتاعها هنا، بقى النص، وكان هنا إذن الكونطوار، وأصبح لدينا هنا فضاء كبير. درنا عاودنا الأرضية نتاعو، درناه بالستيل ستيل باركي هنا، وكذلك هنا عندنا مكان تاع لو صالون اللي بقى تاع لو سيجور، اذا بقى هنايا. وكذلك عاودنا لو بلافون هنا، درنا ان فو بلافون لخاطرش كانت كاينه اون بوتر هنا، كانت كاينه موجود اون بوتر تفصل فضائين، اذا درنا ان فو بلافون باش ما تبقاش تبان لا بوتر هذيك، وسوف ان نقوم بوضع ضوء تاع النيون في الفو بلافون، وكذلك سوف نضع هنا دي سبوت فوق الكونطوار، وكذلك عند المدخل نتاع الكوزينه. وهنا عندنا لو بالكون، السيشوار تكون فيه مكان الماشينة تاع الغسيل، زائد مكان لنشر تجفيف الملابس. الآن رانا في المرحلة نتاع صباغة الأرض، يعني الشقة هذه. وهنا نشوف بيوت تم صباغتها بهذا اللون اللي يسمى كروفات، كولور كروفات باهتة. إذا هذا هو التغيير وين وصلنا فيه. والآن خلقنا كذلك، درنا قوس هنا ليفصل مكان نتاع ليسباس افيف هذا اللي خلقناه، يعني في على مستوى المدخل نتاع الشقة، ويفصل المكان تاع الغرف من جهة من هيه. إذن هذه هي التغييرات اللي حدثناها في مازال السيارة، أشغال مازال السيارة تاع التحضيرات، مازال فيه أشغال تاع وضع لا لوميير الأضواء نتاع النيون، وكذلك فيه بعض الإصلاحات كما التيو تاع الغاز هذا. هو للعلم أنه كان فيه بلاكار هنا، سوف نشاهده في الفيديو القادم، كان فيه بلاكار في المكان هذا عند المدخل، ونحيناه ودرناه في هذا المكان هنا في الغرفة هذه. إذن هذه هي التغييرات، هو مازالت الأشغال تاع الفينيسيون مازال سائرة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.